الشأن السوري سياسيا، حيث قيل أو قبل أقل من 3 أيام على ختام المفاوضات في جنيف بين أطراف الأزمة السورية والتي ترعاها الأمم المتحدة ويقودها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن دي ميستورا، قام المبعوث الدولي بعرض ما تحقق بعد 5 أيام من المحادثات المكثفة وما يريده أن يتحقق في الأيام الثلاثة المتبقية، بيد أن المبعوث الدولي وفي مؤتمر صحفي عد أن الأيام الثلاثة المتبقية لن تكون حاسمة وأن المفاوضات الأكثر عمقا ستجرى في الجولة اللاحقة المفترض أن تنطلق مبدئيا بعد الأسبوع الأول من شهر نيسان إبريل المقبل، كما عد أن النظام بذل مزيدا من الجهد لتقديم أفكار تتعلق بالانتقال السياسي وعدم الاكتفاء بالحديث عن مبادئ عملية السلام. معنا عبر الهاتف من جنيف الصحفي المتابع للمفاوضات عمر كوش. مرحبا بك يا عمر، هل من جديد، هل من مؤشرات إيجابية جديدة في المفاوضات لديك؟ أولا أهلا بك وبالمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني اليوم طبعا على مستوى الوفدين يعني يعكفان على أعداد كل منهما إجابات أو رؤية لطبعا جملة من الأسئلة التي طرحها السيد ستيفن دي ميستورا يوم الجمعة الماضية، وطبعا هذه التصورات وهذه الأسئلة يعني تتعلق بآليات الانتقال السياسي في سوريا، وخاصة طبعا رؤية كل طرف لهيئة الحكومة الانتقالية، من سيكون فيها، ما شروط الشخصية التي طبعا ستشكل هذه الهيئة، وأيضا طبعا ما هي صلاحياتها وعلاقاتها مع المؤسسات الدستورية، وأيضا علاقاتها مع الأمن ومع الجيش. والحقيقة جملة كبيرة من الأسئلة التي طرحت. باعتقادي كان السيد دي ميستورا طبعا يصبر آراء أو تصورات الطرفين لهذه الآلية التي يعتبرها آلية للانتقال أو أي آلية جوهرية حسب ما سماها الانتقال السياسي في سوريا، وبالتالي المفاوضات التي ستستأنف غدا يعني ستكون أيضا صباحية مع النظام ومسائية مع وفد المعارضة، ستحدد يعني كيفية البناء على أجندة معينة للتفاوض، باعتبار أنه سيأخذ النقاط المشتركة بين الطرفين ويبني عليها. وطبعا هذه آليات التفاوض المتبعة في طبعا الأمم المتحدة بشكل عام. لن تكون الأيام القادمة حاسمة كما قال، لكن سيبنى عليها الكثير، على الأقل أجندة التفاوض. شكرا جزيلا لك عمر كوش الصحفي من جنيف.